السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أفضل حال، يا رب تكونوا متابعين الفيديوهات، يا رب تكونوا طبقتوا الأجزاء اللي فاتت كلها، ما فاتكوش حاجة، واللي كان واقف عليه حاجة يبقى عمل عليها سيرش مرة واثنين وثلاثة وما يستسلمش إلا لما الدنيا تبقى شغالة معاه تمام، ويبقى فاهم الموضوع كويس والموضوع أوله إيه وآخره إيه. هنكمل النهاردة مع بعض إن شاء الله جزء النات، اتكلمنا في جزء منه ولسه بقينا جزء أكبر من اللي فات، لكن لو قدرت تكون فكرة بنسبة 40% عن النات وعن الكابابيلتيز والفيتشرز بتاعته يبقى انت كده لحد دلوقتي ماشي كويس، مفيش مشكلة. خلينا يعني نشوف التاسكات بتاعتنا ماشية ازاي. اخر حاجة اتكلمنا عنها ستاتيك بوليسي نات، والكود ان احنا نعمل بوليسي نات باستخدام روت ماب بيز نيت، يعني اي نات عايز تعمله تبقى كنترول عليه يبقى بناء على روت ماب. لكن طلب مني في التاسك ده ان اكون عاملها بي ستاتيك، فعرفنا ازاي نعملها ستاتيك، وفي اخر السطر يكون في روت ماب بتريفير للبوليسي اللي انت عايز تماتش بيها. هنتكلم في التاسك دوت عن حاجه مستخدمه كتير جدا وبتحصل في الحياه العمليه وليها اكتر من طريقه لحلها، لكن خلينا نعرفها الاول، وهي الاوفرلابنج سبنتس. يعني انت يبقى عندك في النتورك بتاعتك تو سبنتس متكررين ولازم يشوف لازم يكونكتوا على بعض، بس في نفس الوقت مش هقدر اعمل ري ادريسنج دلوقتي. لو جينا عملنا كده هنقفل يعني نقول له كنترول ان، بافتراض النتورك بتاعتي دي نتورك A ودي نتورك دي، تمام؟ النتورك دي طالعه براوتر والنتورك دي طالعه براوتر وكونكتد، مفيش مشكله مفيش كونكتد ببعض دلوقتي، ده رينج 10 وده رينج 10 برضو انترنال ليها. طبعا عشان اليوزر اللي هنا يبدا يشوف اليوزر اللي هنا، ما اقدرش ساعتها ران راوتنج بروتوكول دايركت مع الراجل ده وادفرتايز 10 من هنا و10 من هنا، صعبه. فلازم ري ادريسنج على طول، لازم في بلان ان تعمل ري ادريسنج للناس اللي هنا. لكن لحد ما نعمل ري ادريسنج، هل الناس دي كلها تفضل واقعه ما تشوفش الناس دي؟ لا، ما احنا عندنا سيناريو نات، وكان احنا نيجي عند الراوتر ده نعمل نات لكل الناس الانترنال اللي هنا باكسترنال اي بي يخرجوا بيه من هنا، وذي سيم مع مين؟ مع الجهه دي، تمام؟ او ممكن تعمل جهه واحده بس مفيش مشكله والناس تشوفها، بس لو عملت جهه واحده الترافيك برضه صعب ان يبدا ايه يمشي بطريقه كليه. تخيل معايا دلوقتي وانت انت عامل ان ترانسليت للناس بتوع 10 دول يخرجهم برينج 11، وترانسليت ل 10 دول ما يخرجوش بحاجه، فقلنا هنسيب الطرف اليمين دول من غير ترانسليشن، ف 10 0 0 ده خرج اخد سورس كام؟ اخد سورس 11 خلاص؟ والديستنيشن ستيل شايفها كام؟ 10 0 0 100 مثلا. هل يقدر يبنج على 10 0 0 100؟ اصبح الموضوع صعب، هتقولي ما تبصلهاش من هنا، بص لها منين؟ من هنا. الراجل هنا عارف ان اليوزر اللي قاعد هنا دوت اي بي هو اللي بيببلش بيه بره 11 0 0 100. فاليوزر دوت عمل بنج، السورس اي بي ادرس هيبقى 10 0 0 1 مثلا، والديستنيشن 11 0 0 كام؟ 100. هنطلع لراوتر واحد، راوتر واحد هيراوت الترافيك كده، السورس بتاعه ركز كام؟ 10 0 0 1. لما يجي يدخل هنا كده اللي هيحصل ايه؟ هيوصل لليوزر عادي مفيش مشكله، بس الراجل ده لما يجي يرد هيرد على مين؟ على 10 0 0 1. تبقى الديستنيشن هنا 10 0 0 1، يعني لو كان 10 0 0 1 موجود في النتورك هنا باظت الدنيا خالص، والترافيك هيروح كده مش هيروح الجهه الثانيه. الحاجه ديت لازم لما تعمل ترانسليت من هنا ده ترانسليت برضه وليكن برينج 12 0 0 0. طيب يبقى الحل الاسلم في الحياه العمليه في الريل انفايرمنت انك هتترانسليت 10 كلها ل 11 خلاص مثلا، والترانسليت 10 اللي هنا كلها لمين؟ ل 12، ولا ده يعلن 10 ولا ده يعلن ايه؟ 10 خالص، ويا دار ما دخلك شر زي ما بيقولوا. انما في الورك بوك هنا طلب مننا تاسك وحله في الانسر شيت بتاعه عكس ما احنا هنعملها هنا كده، هو عمل الترانسليشن من جانب واحد بس. الفكره احنا اخذناها قبل كده اعتقد في خمسه او سته تاسك فاتوا، كنا عملنا ايه؟ اي بي نت انسايد واي بي نت اوتسايد. لو تفتكر انك بتخلي الناس اللي بره يخشوا لك بادرس شكله عامل ازاي، وفي نفس الوقت الراجل ده بيعلن 10 عادي مفيش مشكله، فكره هتقوم وما فيها ان الراوتر دوت هيترانسليت الناس ل 11 عادي مفيش مشكله، خلاص؟ بس هقول له برضو الناس ديت لما تجيلي من غير ترانسليشن، بس انا ادخلها بادرس مختلف وهي داخله، خلاص؟ يعني زي مثلا هقول له الناس دي وهي جايه كده، الراوتر هو بيدخلها هنا كده، يحط الادرس ده هيبقى كام؟ 22 مثلا، خلاص زي ما هو طالبه على النفس تاسك. فهاجي اقول له اي بي نت اوتسايد، ترجم لي الناس الاوتسايد وهي داخله جوه، اللي هم الاوتسايد دول اللي هم 10 برضه على فكره، يخشوا برينج 22، فبالتالي هم داخلين هنا كده، السورس هيتشال وهو داخل ويتحط كام؟ 22. يبقى نات في الان ونات فين؟
في الاوت، لكن طبعا ده مش حل عملي، لكن هو ده اللي طلبه فيه ال هو بصراحه ما طلبوش. يعني انت جيت تقرا التاسك كده نقراه مع بعض، هيطلب مني خلينا نفتح بقى تولوجي كده بحيث ان احنا نتعلم عليها على طول. طلب مني انا اكريت نيو لوب باك 1 انترفيس في راوتر 1 وراوتر 2 باستخدام الادرس ده على راوتر 1 وراوتر 2. جينا عند راوتر 1 وقلنا له كده انت عندك 10 0 0 1، وعند راوتر 2 عنده الادرس ده 10 سوري هنا تبقى كويس كده 2. لو تلاحظ ان يمكن احنا ممكن احنا نعملها بصوره افضل، نيجي هنا كده عنده 10 عشان تبان ان هي وراه، يعني عشان 10 0 0 1 ده يبنج على الاي دي ادرس ده لازم حد من اتنين دول يغير الادرس بتاعه، وقلنا كمان في الريبلاي بتاعها تبقى مشكله، فلازم اتنين يغيروا الادرس بتاعه. راوتر اتنين يترانسليت 10 اللي عنده كلها لرينج 20 مثلا، وواحد ده يترانسليت اللي عنده رينج 30 بس، خلاص فبالتالي كده الكونكتيفيتي ما عادش يبقى فيها مشكله. لكن احنا هنحلها دلوقتي على السيناريو بتاع الكتاب، وبعد كده نبدا ممكن نشوف ويكان احنا نعملها على السيناريو اللي انا قلت لك عليه. خلينا نبدا بمين؟ بالسيناريو الاسهل واللي المفروض تعمله في الحياه العمليه، هو انك تترانسليت النتورك كلها لنتورك تاني. خلاص بعملها ازاي دي؟ بستاتيك نت عادي خالص، يعني تعال نكريت اللوب باكات الاول كان في كده، اقول له اي انترفيس لوب باك 10 مثلا، اي بي ادرس 10.0.0.1، واي بي نت انسايد. ولو رحت عند راوتر 2 كده انترفيس لوب باك 10 اي بي ادرس 10.0.0.2 اي بي نت انسايد. خلاص راوتر 2 طبعا هيبدا يعمل اثنين انترفيس بتوع اللي هم التانيين اوتسايد، يعني اقول له انترفيس سيريال 0 على 0، لكن انا مش هستخدم 0 على 0 دلوقتي، خلينا نشتغل على 0 على 1 على طول. دي شو اي بي انترفيس بريف، عشان هناخد السيناريو اللينك بوينت تو بوينت ده كده. انترفيس سيريال اللينك اللي راح على راوتر 3 هي سيريال 0 على 1، اي بي نت نخليها اوتسايد، ونسيت برضه عند راوتر 1 دي شو اي بي انترفيس بريف هي سيريال 0 على 1 برضه، انترفيس سيريال 0 على 1 اي بي نت اوتسايد. خلاص عشان الاثنين دول يشوفوا بعض، انا مش هعلن 10 عند دوت ولا عند ده خالص، بس في الاخير يهمني ان انا اعمل بنج عليها. هقول له هنا اي بي نت انسايد سورس ستاتيك، انت احنا بنتكلم في سيناريو نتورك، انا ممكن اعملها 1 تو 1 اللي هو 10.0.0.1، لكن عايز كل الناس بافتراض ان كان عندي 10.0.0.1 2 و3، فانا هقول له ستاتيك نتورك 10.0.0 كده، يتترجم لنتورك ثانيه ولكن احنا هنترجم هنا ل 11، والبريفكس لينس بتاعتنا سلاش 8. خلاص ده ايه الترانسليشن اللي عملته على راوتر واحد، فهو كده في حاجه 10 وهي خارجه هتترجم لكام؟ ل 11. ولو رحت عند راوتر 2 قلت له كده اكزت اي بي نت انسايد كده اي بي نت انسايد سورس ستاتيك نتورك برضه 10.0.0.0 كده، تترجم ل 12 سلاش 8. ماشي كده؟ طيب الحاله دي مفيش مشكله، 12 دي الراجل ده لما يجي يبقى طالع من هنا، ركز بقى في السيناريو لان في جزء راوتنج صغير، الراجل ده هو خارج هيترجم لكام؟ ل 12 صح؟ هل راوتر 3 يعرف 12؟ ما يعرفش 12. خلاص الحاله دي الباكت هتروح لحد هنا، راوتر 3 ايه؟ هيوقع 12 مظبوط؟ وهنفترض لما راوتر 3 هنعمل عليه روت نعرفه ان 12 موجوده فين؟ هنا. خلاص باقي ان احنا نعرف برضه راوتر 1 ايه؟ ان 12 موجوده كده عشان يعرف ريبلاي، والعكس صحيح، الراجل ده لما هيترانسليت ل 11 هيبعتها لراوتر 3، راوتر 3 مش عارف 11، هنراوت 11 لمين؟ راوتر 1، ونعرف راوتر 2 11 بالطريقه دي. نيك كونفيجر يلا راوتر 1 اقول له اي بي راوت توصل ل 12.0.0.0 كده بالماسك الاول 155.1.13.3، وراوتر 3 محتاج يعرف يقول له اي بي راوت ل 11 0.0.0 كده ل 155.1 يراوتها فوق عشان يبدا راوتر 3 يعرف يروح له بيها. احنا كاريتنا عند راوتر 1 ايه؟ مش عايزين الكاريت الجود ده، خلينا كاريت 11 الاول كلها نو عشان بس ما نتلخبطش. خلينا دلوقتي احنا عند راوتر 3 هنخليه يروح ل 11
155 واحد 13 بوت واحد، وراوتر 2 يوصل ل 11 برضو، نقول له اي بي راوت كده 155 واحد 2 3 دوت 3 كده. ايه 11 المسار بتاعها بقى كويس. محتاجين نعرف 12، هروح عند راوتر واحد هنضيف بقى 12 عشان يطلع كده، واقول له راوتر 3 اي بي راوت ال 12 بقى، بس دي هتبقى 2 3 دوت 2 والنتورك ديت 12 وليس 11. في الحاله دي خلاص انا ما عنديش مشكله، تعالى نبنج من راوتر واحد دو بنج على 10 0 0 مش 10 بقى، احنا قلنا هنترانسليت لتحت دي بكام ايا كان الادرس، احنا مش عارفين الادرس اللي هتترانسليت دي كام. خلينا نبنج من تحت عند راوتر 2 دو بنج على 10، احنا بنترجم فوق ب 11 0 0 1 خلاص اي ادرس اهو. تلاحظ ان انا رحت ال 10 0 0 11 0 0 1، لو رحت عند راوتر 1 تو دو شو اي بي نت ترانسليشن، لاحظ ان 11 0 0 1 ترجمت لمين؟ ل 10 0 0 1 مفيش مشكله. في نفس الوقت لو حصل احنا سوري وكان احنا بنجنريت ترافيك من عند راوتر 2 نقول له كده سورس لوب باك 10 كمان مفيش مشكله، لاحظ ان 10 دي بتبنج على 10 هناك لما جنريتد السورس من لوب باك برضه مفيش مشكله. لو رحت عند راوتر واحد نفسه بقى وجنريت البنج اقول له دو بنج على 12 0 0 1 مثلا سورس برضه لوب باك 10، افترض البنج يبقى شغال عادي لو الراوتنج سليم. احنا البنج على 12 هنا بيقول شو اي بي راوت ستاتيك، نشوف 12 انا بروح 12 ل 13 3 خلينا نقول له دو تريس هنا بدل ما نعمل بنج. رحت لحد راوتر 2 بس مفيش حد للادرس ده 12 0 0 2 وصلت خلاص، يبقى النت بتاعنا كان محتاج يروح لادرس تاني. لاحظ احنا عاملين نتورك تو نتورك خلاص. في الحاله دي انت اي اي بي ادرس هتبنج عليها هيبدا يوصلك لاي بي ادرس جوه، عايز تحطها بستاتيك مابنج مفيش مشكله، لكن احنا بنتكلم ان الناس دي عايزه تكلم بعضها فمفيش مشكله ان احنا نعمل ايه نتورك او نتورك مابنج. السوليوشن الثاني وهو مش اصعب هو مش صحيح، يعني انت مش ما تعملش كده لان ده الطريقه الاصح ان انت الاثنين عارفين. بس لاحظ قبل ما اقول لك مين اصح ومين مش اصح، الناس دي كلها مش هتعرف توصل لا ل 11 ولا مين ل 12، فانت يو كان انت تخش تريديستريبيوت الاستاتيك وانا تريديستريبيوت الاستاتيك لكل الناس، وفي الحاله ديت ما عادش في عندي مشكله لاي حاجه من حاجه زي كده. ايهما افضل؟ زي ما قلنا ان انت تعملها بسيناريو نتورك تو نتورك مابنج دايركت على طول، بدل ما تدخل نفسك في عمليه ان انت تعمل كونفجريشن من جانب واحد. امتى تروح للحل اللي موجود في الورك بوك؟ ان انت تلاقي نفسك واقع ان انت ما عادش كنترول الا على راوتر بتاعك انت بس، انما الجهه الثانيه لسه ما عندكش بريفليج انك تاكسس وتعمل عليه كونفجريشن، فهتبدا تعمل كونفجريشن من سايد واحد ويبدا الكونكتيفيتي كلها تروح عادي مفيش مشكله. تمام، يبقى الموضوع سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه اضافيه. عشان بس وقت الفيديو مش عايزين نخلينا نخش في ايه في حلول اضافيه ممكن يمكنك تشوفها في الجزء السوليوشنز الخاص بالورك بوك وتبدا تحلها بناء على هذا السيناريو، يبقى انت جربت دوت وجربت ده. لكن خلينا برضه نقرا السؤال تاني، انه ممكن يكون حاكمنا بطريقه معينه، هو قال لي كريت نيو باك وادفرتايز النتورك ديت على راوتر 2. لاحظ كده هو بدا يحكمني بايه؟ بالسيناريو اللي هو حلل بيه في الورك بوك. يعني الحاله ديت طالما ان قال لي ادفرتايز نتورك برينج 10 يبقى انا خلاص كده لازم اروح للطريقه الثانيه وابدا احل بيها السيناريو بالسيناريو الثاني. وقال لي كونفجر النت على راوتر واحد بحيث ان راوتر 2 لما يتلنت بالطريقه دي كده، ولما راوتر واحد يحصل عليه سيناريو بطريقه ثانيه فالانتر اكشن هيكون بسيناريو كذا. لاحظ ان انا ما عنديش ادنى مشكله انا اعمل حاجه زي كده، خلينا بحيث ان احنا نبقى عملنا ريفيو على الكونفجريشن كلها نلغي اللي احنا عملناه ونرجع نحلها بالطريقه الثانيه. احنا كنا عملنا كونفجريشن على راوتر واحد اي بي نت واي بي راوت، يعني دي كده اي بي نت من النت اللي عملناه يس، ودي في مابنج اوريدي موجود فانا لغيته. وتعالى نلغي الـ IP route 12 ك
كده لو انا مفيش شو ران اي ثينك ان احنا لقينا الكونفجريشن موجوده هنا ما عدا ان احنا نشيله باكات واي بي انسايد واي بي اوتسايد موجوده عادي. لاحظ مفيش عندي مشكله هنا في الكونفجريشن. راوتر كامل اللي كان ترانزيت راوتر 3 ما كانش عنده اي حاجه غير ستاتيك راوت، هنلغي دوت اللي هو 12 و11 11 برضو، وراوتر 2 نلغي عليه الكونفجريشن الخاصه بالنات والراوت، الراوت كده هنشيله. وكان عنده جزء الاي بي نت هنلغي مره تانية. اوكي سوري كده خلاص ما عادش في نت موجود، ودلوقتي في اوفرلابنج ما بين 10.0.0.1 و10.0.0.2. هنحل المشكله ازاي؟ لازم نبقى فولي اوير. هو هنا تلاقي معظم الكونفجريشن زي ما طالب في التاسك ان احنا نعملها على راوتر واحد، فتعالى نمشي مع التاسك واحده واحده. قال لي ادفرتايز النتورك ريت في راوتر 2، يعني هاجي على راوتر 2 وادفرتايز النتورك ريت، اقول له راوتر ريب نتورك كام 10. خلاص كده اصبح في اوفرلاب رسمي، الناس كده مش هتوصل لبعضها لان واحد بيعلن 10 والثاني موجود عنده كونكتد. طبعا كده كده راوتر على راوتر واحد شايفها كونكتد احسن من الريب، يعني هي هتجيله كده ريب من هنا بس هو مش هيصدقها لان هو شايفها كونكتد. طيب قال لي كونفيجر نت على راوتر واحد. احنا هنعمل دلوقتي اول حاجه عندنا في الكونفيجريشن راوتر واحد كونفيجر على نت، بحيث ان راوتر 2 يعمل تيل نت على ادرس 11.0.0 معايا كده فروم اتس لوب باك واحد اللي هو من رينج 10 اللوب باك بتاعت راوتر 2 يتعمل لها ريدايركت على الاي بي ادرس بتاع راوتر 10. يبقى محتاجين دلوقتي ان راوتر 2 يتلنت على 11. خلاص في الحاله دي ايه اللي يحصل؟ يتعمل لها ترانسليت وتروح لللوب باكايه دي. ده ستاتيك مابنج عادي خالص زي اللي احنا عملناه، هنعمله على راوتر 2 ما فيهوش مشكله. بيقول لك وير از ايه الزد دي اني نمبر، يعني بمعنى زي كانها نتورك تو نتورك زي ما هو عايز او زي ما احنا عملنا في تاسك. خلينا نروح عند راوتر 2 كده واقول له ايه اي بي نت انسايد اهوت، بس هو طلب ان هي تبقى سوري طلب ان هي تبقى ايه 11. تمام كده نرجع الكلام ده هيبقى على راوتر واحد سوري على راوتر واحد اقول له اي بي نت 10 دي كلها تبقى معموله ببلش بمين؟ ب 11. يبقى انا كده خلصت الجزء الاولاني من ايه؟ من التاسك بتاعه. في نفس الوقت الهوست 10.0.0 اللي هو رينج 10 بقى دوت، لحظة انا شفت اللي انا عملته ان الناس دي كده الناس اللي هنا دي كده اصبحت شايفه 10 اللي فوق ديت بكام؟ برينج 11. فلو الراجل اللي هنا ده عمل تلنت 11.0.0.1 يتعمل لها ترانسليت لمين؟ للراجل ده في رينج 10.0.0.1، وبالتالي التلنت هيشتغل مفيش مشكله. خلاص اني نمبر تو اي نمبر زد تو زد الاخيره ديت بالاخيره هنا خلاص بس في رينج 11. يهمني بقى جدا راوتر واحد شايف الناس دول ازاي؟ فهنا قال لك اهو ان هوست 10.0.0 زد اللي هي اللوب باكاي او النتورك اللي ورا هنا دي should see packets from R2، الباكتس اللي هتيجي من راوتر 2 هنا كانها جايه من 22. يبقى انا محتاج الناس اللي جايه دي هنا تخش ايه على نت 22، يبقى كاني ممكن اروح هناك واعمل نت ب 22. بس احنا اتفقنا الكونفجريشن على مين؟ على راوتر واحد. راوتر 2 كده كده عمل ادفرتايز ل 10 خلاص، فانا محتاج الناس كلها تبقى شايفاها ان هي نتورك 10 كلها ولا راوتر 2 بس. ازاي راوتر واحد بقى يكلم النتورك دي برضه؟ الترافيك هيخرج من هنا سورسد فروم 10 عادي خالص، بس هو داخل عندي انا هترانسليته لايه؟ هترانسليته ل 22 عشان ابدا اشوفه هنا ما يحصلش بيه مشكله عندي. فهبدا اعمل نات للاوتسايد انه يترجم لكام؟ ل 22. هاجي كده على راوتر راوتر واحد وابدا اقول له طبعا هكاري اكسس ليست عشان اماتش 10، هقول له اكسس ليست كده محتاجها دلوقتي اكسس ليست وليكن 2، هيقول له اكسس ليست 12 اكسس ليست 10 بيرمت 10.0.0 سلاش 8 اللي جايه خلاص. وهبدا اقول له بقى كده ان جزء النات بتاعي هيكون عامل ازاي؟ هبدا اقول له اي بي نات لجزء الاوتسايد سورس ليست، الناس اللي من على الاوتسايد هيكونوا ايه؟ جايين في سورس ليست 10، يتعمل لهم نات لبول في رينج 22. يبقى احنا لسه ما كتبناش البول، اي بي نات بول هنسميها نت 22 بتستارت ب 22.0.0.1 وبتنتهي 22.0.0 من 5 4 مثلا. بريفكس هو طالب البريفكس تكون سلاش 24 كده،
وادعوا له اي بي نات للناس الاوتسايد. السورس بتاعهم هتلاقيه في ليست موجوده في ليست رقم 10. الامكانيتين هيتعمل لهم نات في بول كام؟ بول مسمينها نات 22. تمام، انتر. مفيش مشكله، بس بقي نقطه صغيره برضو في جزء الراوتينج. ايه المشكله اللي في جزء الراوتينج؟ ان الراجل ده لما يجي كده هيخش لي ب 22 صح؟ فلما الباكت هتعمل لها ترجع من هنا كده دخلت لجوه السورس 22، ف 10 0 0 ده هيرد بالسورس بتاعه والديستنيشن هتكون 22. هل راوتر واحد عارف فين 22؟ يعني الناس دي عارفه فين 22؟ لازم نركز في جزء الراوتينج. خلينا نعملها كومنت كده ونفتحها مره ثانيه عشان نعرف نضيف الراوتينج صح. دلوقتي الباكت هتخرج من راوتر 2 هنا، نكتب في تكست وهي خارجه من راوتر 2، السورس اي بي ادرس بتاعها هيكون كام؟ هنجنريته ب 10 0 0 2. خلاص جنريتد من اللوب باك، وبيبنج على مين؟ بيبنج على، احنا اتفقنا ان هو بيأبير از ايه؟ نتورك في 11 صح؟ 11 0 0 1 مثلا. خلاص طيب الباكت دي هتمشي بالمنظر دوت وتسافر لراوتر 3. راوتر 3 المفروض يراوت الكلام ده بناء على ايه؟ على الديستنيشن صح؟ هل راوتر 3 يعرف ديستنيشن 11؟ ما يعرفش ديستنيشن 11 مظبوط؟ لان يعني لو جيت هنا في راوتر 1 بصيت على الكونفجريشن، راوتر 1 على الكونفجريشن بتاعته تلاقيه عامل اي بي نت انسايد للناس اهوت برينج كام؟ 11 مظبوط؟ يبقى لازم راوتر 3 يعرف يراوت لمين؟ ل 11. خلاص؟ الحاله ديت لازم تروح تضيف ستاتيك راوت فين؟ في راوتر 3. هاجي في راوتر 3 اقول له اي بي راوت ل 11 اهيت نكون ضايفينه، يروح بمين؟ للنتورك دي. خلاص فكده الباكت لما تخرج من راوتر 2 عليها سورس اي بي ادرس، عليها سورس اي بي ادرس 10 0 0 2 والديستنيشن 11، راوتر 3 هيعرف يوصلها لحد راوتر 1. راوتر 1 لما يجي يدخلها هيبدل ايه بقى؟ الباكت وهي داخله لسه هنا، احنا واقفين دلوقتي هنا عند الاحمر بقى اللي بكتبه ده، هيبقى عليها اس ار سي اي بي بيساوي كام؟ هيشيل ويحط 22 0 0 1 مثلا. خلاص وهيبقى الديستنيشن ادرس بتاعها موجود كام؟ 11 0 0 كام؟ 1. هو طبعا راوتر 1 هيترانسليت ده الكلام ده في اكشن الراوتنج. خلاص بعد المرحله دي كده النت هياخد الاكشن بتاعه ويعرف ان 11 0 1 بتماب لمين؟ ل 10 0 0 1. طيب الباكت وصلت لحد اللوب بكايا اللي هي 10 0 0 1، الريبلاي بقى الراجع اهو، الريبلاي الراجع لما يجي يخرج من هنا هيبقى عليه اس ار سي، لما ياخد من البي سي اعمل له بكايا اس ار سي اي بي 10 0 0 1 وديستنيشن اي بي هيساوي كام؟ ركز كده، ديستنيشن اي بي بناء على السورس، ما هي لما دخلت كانت دخلت بسورس 22 فهيرد على 22 0 0 1 صح كده؟ المفروض الكلام ده هيوصل للراوتر، الراوتر يبدا ياخد اكشن راوتنج هنا بناء على الكلام ده. هل راوتر واحد يعرف فين 22؟ ما يعرفش، فلازم اضيف لمين؟ لراوتر واحد نتورك 22 فين؟ فين راوتر واحد؟ اهو هقول له اي بي راوت 22 0 0 0 اللي بالماوس كده كده تروح ل 155 1 13 3 مظبوط؟ ده بالنسبه لي عند راوتر 1. راوتر 3 هل راوتر 3 دلوقتي عارف في راوت 22؟ نبص مع بعض كده، هو الباكت هتوصل من تحت التكست لان التكست كانت واضحه. خلاص راوتر 2 راوتر 1 راوت الباكت بناء على الرول بتاعته اللي هي كانت اوريدي دان وما فيهاش مشكله. وصلنا عند مين؟ عند راوتر 3. هيراوت الباكت بناء على ان السورس اي بي ادرس بتاعها هيتقلب كام مبدئيا؟ هي الباكت لما توصل راوتر 3 هيبقى عليها اس ار سي اي بي 11 0 0 كام؟ 1 مثلا، احنا عرفنا ان هي بتتعمل هناك، والديستنيشن اي بي هيبقى 22 0 0 1. هل راوتر 3 عارف يراوت ال 22؟ ودي يبقى عنده رول بيقول كده، فلازم اروح عند راوتر 3 اعرفه ان اي بي راوت 22 0 0 بالماسك ده كده تبقى موجوده فين بقى؟ 22. لازم يراوت الكلام ده لحد راوتر 2 صح؟ طب الباكت لما تروح عند راوتر 2 هل هي عليها 22؟ يعني هل راوتر 2 ده عنده كونفجريشن نات 22؟ لا. ليه بقى؟
يعني حادي الروت ده كده الباكيت لو وصلت بالسيناريو ده لحد راوتر 2، راوتر 2 ما يعرفش 22، راوتر 2 احنا اتفقنا ان هو ما يعرفش اي حاجه خالص، الراجل ده بلايند. تعرف ان الباكيت اصلا مش هترجع ب 22 كده ليه؟ لان راوتر واحد ده زي ما عمل نات اوت سايد، خلاص نات اوت سايد وهي خارجه تاني هيرجعها زي ما دخلها، فهتخرج هنا زي ما كانت جايه بسورس اي بي ادرس عليها 10 عادي وهي راجعه. وراوتر راوتر 3 ده عارف يراوت 10 عادي، لان راوتر 2 كان اعلن 10 في الراوتنج تيبل بتاعه، بقى راوتر 2 عارفها. في الحاله دي احنا مش محتاجين الروت ده ولا الجزئيه دي، نرجع مره ثانيه اللي هو راوتر 2 سوري راوتر 3 مش محتاج يعرف 22 خالص، ولا راوتر 1 محتاج ان انا اقول له 21 مكانها فين، لان انا بسيبه يدخل عندي عادي خالص، بس محتاج ارجع له مره ثانيه يبدا يرمي على الراجل ده. طيب لو جينا عملنا تيست للبنج بتاعنا دلوقتي زي ما هو طالب في التاسك، نعمل تيست من راوتر 1 او من راوتر 2 نشوف الرول اللي هو عايزها، نبدا ما نعملش الكلام ده. لو جينا قال لك اهوت بحيث ان وين راوتر 2، راوتر 2 لما يتلنت على 11 من اللوب باك بتاعته يروح لده، تعال نتلنت من راوتر 2 على 11 اهو دو تلنت 11 0 0 1 سورس لوب باك 10 لوب باك سورس لوب باك اعتقد سلاش سورس لوب باك 10 destination unreachable. هو راوتر 2 مش عارف 11، راوتر 2 محتاج يعرف 11، اقول له اي بي راوت 11 ده موجود عندنا، ممكن احنا نعيده مره ثانيه. نرجع نتكلم مره ثانيه كده، لاحظ ان انا وصلت عادي، وصلت فعلا لمين؟ لراوتر واحد. لو جيت بصيت عند راوتر واحد كده بيشو اي بي نت ترانسليشن، تلاقي عندك في نات جهادي انسايد ونات اوتسايد. بالنسبه للناس الانسايد لاحظ كده ان 11.01 ترجمت ل 10.01، ده الريبلاي الراجع، ده الترافيك اللي جاي كده خلاص. انما اللي كان داخل اساسا داخل 22.01 بترجم لكام؟ ل 10.002 السورس هناك 10.002 وبترجم ب 22.001. رول اهي بتاعت التي سي بي بتاعت التلنت 22.001 10.002 خلاص. الحالة ديت احنا فهمنا الجزء اللي احنا عايزين نفهمه، بس ده مش ريكومندد، يعني انت عشان توصل لحاجة زي كده مش مفضلة. لو جيت كملت التاسك التاني بتاعك ان هوست 10.00 ايا كان، شوف الباكتس اللي جاية من راوتر 2 على انها جاية من 22، هي فعلا كأنها جاية من 22 اهي مظبوط. لو عملت هنا دو ديباج اي بي او جيت له هنا اكسس ليست 100 ديناي يو دي بي اني واكسس ليست 100 permit IP any وكانت عملنا لها برضه TCP. however هي كده IP اصلا هتجيبها to do debug IP packet detail 100 do debug IP packet detail access list 100. تعالى مره ثانيه بنسويتش 2 ونعمل تلنت. احنا كنا عملنا تلنت من راوتر واحد، احنا كنا عملنا تلنت من راوتر اتنين اكزيت، سيبنا من الباكت دي كلها ده بتاعت الاكزيت سيشن التلنت اللي كانت مفتوحة. انا عايز اقوم قايل لك كده من راوتر ثلاثة راوتر ثري راوتر اتنين تلنت على الراجل ده كده قلنا راوتر 2 سيستم اكزيت عشان يو اول اطلع شوف الباكتس اللي جت للراجل ده كده السورس بتاعها كام. اول حاجه انا مش عايز بس اشيل الكليك من الواتس لانه هيبدا خلاص جابها معقول. الباكت عندي السورس بتاعها 22.001 والديستنيشن كام؟ 10.001 خلاص. الباكت اللي جات لي هنا هي سورس 22.001 راح مين للراجل ده؟ بالتاكيد هتلاقي ان في باكت السورس اي بي ادرس بتاعها حاجه ثانيه اللي هو الريبلاي بتاعها السورس اي بي ادرس 10.001 بيرد على 22.001 والدنيا ماشيه عادي مفيش مشكله. فهمنا ازاي نعملها بجزء الاوفرلابنج سبنتس بطريقتين، طبعا قلنا الطريقه الثانيه الاول واحده عملناها هي الافضل بالنسبه لي. هنحل التاسك الاول ونوقف الفيديو على الجزء الاول ونكمل فيه الفيديو الجاي.
تي سي بي لود ديستريبيوشن ويز نات حاجه مهمه جدا. وقال لي اعمل كويز للكونفيجريشن على راوتر 5 يعني اعمل ستوب. بقى مره ثانيه خلينا نفتح نشرح التي سي بي ديستريبيوشن الاول. واحد هيقول تي سي بي لان اليو دي بي ما بيتعاملش مع المعامله دي. نبص على الكلام اللي هقوله. لو عندي راوتر واحد ده الايدج راوتر واصل بسويتش سيرفر واحد سيرفر اثنين سيرفر ثلاثة. الثلاث سيرفرات دول الناس اللي دارسه مايكروسوفت معمول ما بينهم لود بالانس ان ال بي لود بالانس. يعني ايه لود بالانس؟ الراجل ده اي بي دوت واحد دوت اثنين دوت ثلاثة خلاص. لو جه يوزر هنا في النتورك واحنا عاملين له فيرجوال اي بي داخلي هنا وليكن الرينج الموزع هنا 10 0 0 كده اكس ده اليوزرز بتوعي كلهم. والفيرجوال اي بي اللي بيسيرف على الناس على الثلاث سيرفرات دول دوت 100. يعني لو في يوزر من هنا فتح الويب براوزر بتاعه كتب 10 0 0 100 الريكوست هيروح المره لده مثلا ومره لده ومره لده. بعمل له بالانس ما بينهم مثلا خلاص. خلاص انا بالنسبه لي الانترنال ما فيهوش مشكله انا حققتها في الانترنال. الناس بتوع مايكروسوفت عارفين حاجه زي كده. طبعا عشان اعمل لود بالانس يكونوا الثلاث دول كونتنت واحد يعني في ريبليكيشن ما بينهم اصلا والثلاث سيرفرات دول عباره عن ايمج واحد اللي هو الويب سايت بتاعي. لما عاوز بقى الناس الاكسترنال بتوعي ركز كده ادي الانترنت وجيت عملت ببلش للناس الويب سيرفر عندي عملت له ريجستر في دي ناس باربع ارحام ماشي. طبعا هتقول لي حلو احنا اخدناها ان احنا نعمل مابنج بالبورت. هاجي اقول راوتر واحد هنا ستاتيك مابنج ان ايه ان مين بيساوي اربع وحايد على بورت 80. يعني انا هسمع كده على راوتر واحد على اربع وحايد على بورت 80 اعمل لها نات لمين؟ هتقولي بقى احنا محتاجين رول هنا تقول ايه؟ ان انا اعمل نات مره ابعت مره الواحد لده ومره ثانيه لما الراوتر يجي ريسولف اربع وحايد على بورت 80 يبعتها لمين؟ للراجل ده مره. ولما يجي يسمع المره اللي بعدها يبعتها مره لده. طب الريكوست الرابع هيروح اوتوماتيك راوند روبن يعني التوزيع بتاعي يبقى ايه؟ يبقى راوند روبن خلاص. الريكوست الثاني اهو كده الريكوست الثالث او ده الرابع الخامس السادس ونرجع نعيد ايه راوند روبن تمام. يبقى هحتاج سيناريو زي ده بنسميه تي سي بي لود شيرنج. ان انا هعمل نات وذ تي سي بي لود شيرنج ده مع النات. بعملها ازاي الكونفيجريشن بتاعتها سمبل بس خلينا نروح نشوف التاسك بتاعنا. قال لي شيل الكونفيجريشن الموجوده على راوتر 5 خلاص احنا شلناها. ولي كونفيجر روتاري نت هي دي اسمها روتاري ايه؟ نت بحيث ان على راوتر 5 لما سويتش 2 لما سويتش 2 في النتورك بتاعتنا سويتش 2 يعمل تيل نت. لما سويتش 2 يعمل تيل نت على الاي بي ادرس دون عشان هو 55 كانه معاه في نفس الرينج يعني راوتر 5 هيترانسليت الكلام ده لراوتر 1 والراوتر 2 وراوتر 3 يبقى كاني بالظبط هببلش الثلاثه سيرفر دول بالاي بي ادرس دول 55 على راوتر 5 ماشي. وبالتالي هو ده اللي احنا محتاجين نعمله بس بالنسبه للبورت كام 23 خلاص. يعني في نهايه التاسك لو جيت عند سويتش 2 عملت تيلنت على الفيرجوال اي بي دول يتلنت مره اروح لراوتر 1 لو عملت اكزت مره ثانيه اروح لراوتر 3 مره ثانيه اروح مين لراوتر 2 وصلت كده. هبدا اعمل الكونفيجريشن ازاي هنا. خليني اقول له خلاص لغيت الاورد كونف تي. مين هنا مبدئيا الانسايد ومين الاوتسايد؟ تقدر تقول لي مين انسايد ومين اوتسايد؟ بالتاكيد هيكون السيريال هو الانسايد ومين هو الاوتسايد الاي بي اللي هنترجمه ليه. خلاص الثلاث سيرفرات بتوعي اهمت والاي بي ادرس الفيرجوال اللي بره اهو. يبقى انا هاجي اقول له انترفيس سيريال 0 على 0 اي بي نت انسايد وانترفيس كلاس ايثرنت 0 على 0 اي بي نت اوتسايد. خلاص كده عملنا الانسايد والاوتسايد. هبدا اكاري بول ركز معايا نوعها روتاري خلاص ان هي بتدور يعني في اكتر من ادرس. وهنشوف ازاي نكاري البول ديت ونحط فيها الثلاثه ادرس بتوعنا. باجي اقول لها الخطوات بتاعتي اي بي نت بول عاديه خالص هتسميها ايه وليكن هنسميها سيرفرز خلاص. بريفكس بتاعتها هي ايه؟ لاحظ انا ما قلتش فيها الاي بيز. البريفكس بتاعتها 24 شايف في عندي حاجه اسمها ايه؟ تايب خلاص. فانا هقول له تايب
روت اريا. ماشي انتر. هبدا اقول له بقى الادريسز اللي في البول دي مين. ادرس ادرس بتاعي 155.1.0.1 155. انا بقول له ادرس هنا ان رينجز يعني، فانا اقول 155.1.0.1 و2 3. دول الثلاثة ادرس الموجودين عندي فين؟ في البول. خلاص؟ طيب محتاج ان انا اعمل ماتش باكسس ليست للادرس اللي هسمع عليه، خلاص؟ لان هقول له الادرس اللي هسمع عليه بالبورت، لان محتاج اقول له بورت. ففي الحالة دي يكون اكستند اكسس ليست، فانا هقول له اكسس ليست وليكن راوتر 5 ما كناش كاتبين عليه اكسس، فانا هقول له 100 عادي. بيرمت تي سي بي اسمع من اي حد على الادرس 155.158.com 55 اللي هو الادرس ده. اي كيو كام؟ 23. بوست تمام. يبقى ده الايه اللي انا بسمع عليه. ابدا اعمل بقى كوماند الربط بتاعي، اقول له اي بي نت يا راوتر اعمل لي اي بي نت للناس الانسايد. خلاص يعني اعمل نت لمين؟ للانسايد. بس ديستنيشن، شوف بقى الطريقه الجديده، الديستنيشن بتاعتك ليست كام؟ ليست رقم 100 ورقم البول بتاعتي اللي هبدا اترجم ليها البول اللي كان اسمها، كنا كاتبين البول اسمها ايه؟ سيرفرز. تمام؟ انتر. في الحاله دي خلاص انت كده كريت المابنج بتاعتك. لو رحت عند سويتش 2 وجربت التلنت دلوقتي، سويتش 2 اهوت، هقول له تلنت على 155.1.5.8.5.5. اوكي مفيش تلنت ليه؟ نقطة مهمة جدا. ماشي دلوقتي احنا قلنا الراوتنج بيتم قبل مين؟ الراوتنج بيتم قبل، احفظها دايما كده، الراوتنج قبل نات، الراوتنج قبل نات، الراوتنج قبل نات. حلو، لو جيت عند راوتر 5 كده نتبع الفلو اوف ترافيك زي ما كنا ماشيين بتكست فايل كده. سويتش 2 لما هيعمل تلنت على الادرس ده هيبدا يروح لمين؟ لسويتش 2، سوري لراوتر 5. صح؟ راوتر 5 هو اوكي هيبدا يبعت مبدئيا، على فكره هو مش هيبعت لراوتر 5، هو هيبعت لسويتش، يبعت ار بريكوست للاي بي ادرس ده. مظبوط. مين اللي هيرد؟ مفيش 55 موجود عندنا. صح؟ يعني انت لو جيت هنا بصيت احنا بنتلنت على الاي بي ده، انا محتاج اجيب اولا الباك اب بتاعتي اللي هي سورس ماك وديستنيشن ماك عشان ابعت الترافيك ويوصل عادي، فببعت ار بريكوست اجيب بيه الادرس ده. ففي الحاله دي انا مش عارف اجيب الريكوست ليه؟ لان مفيش اوريدي 55 عندي. بس انت كنت قلت لي في حاجه اسمها الياس، فاكرين؟ ان انا اخلي الراوتر نفسه ياخد الادرس دوت ويرسبوند بيه، بعد كده يبدا يشوف هو ايه سكته. صح؟ طب انت مش قلت لي الالياس ده بيتكري اوتوماتيك؟ تعالى عند راوتر 5 كده دو شو اي بي الياس. لاحظ ان مفيش الياس اتكريت عندي، يبقى في الديستريبيوشن الخاصه بالتي سي بي ديستريبيوشن او اللود بالانسنج على التي سي بي ما بيكريتش الياس. خلاص؟ فانا محتاج ان انا كريت ايه؟ اقول له اي بي الياس انه يستلم مني الترافيك. هسمع على الياس كام؟ 155.1.5.8.55 بس على بورت كام بقى؟ 23. صح كده؟ لو جينا بقى انا بقول له اسمع انت، يعني انت ايه؟ كون بديل للاي بي دوت كانك موجود دوك الناتور. نبدا نتلنت مره ثانيه. لاحظ ان انا فعلا وصلت سيسكو. انا رحت لمين دلوقتي؟ راوتر 1 صح؟ هات راوتر 5 كده بيشو اي بي نت ترانسليشن. لاحظ فعلا انا ترجمت لمين؟ لراوتر 1. طب نروح مره ثانيه كده على سويتش 2 ونعمل اكزيت واعمل تلنت مره ثانيه. لاحظ ان انا رحت فعلا سيسكو مره ثانيه، بس المره دي كام؟ راوتر 2 اهو، راوتر 2 اكزيت. لو رحت عند راوتر 5 بيشو اي بي نت ترانسليشن، لاحظ فعلا 2 اهو، 2 بترجم نفس الاي بي. طيب سويتش 2 مره ثانيه، عملت تلنت سيسكو، رحت لمين؟ لراوتر 3. لاحظ ان بيعمل روتاري، بيلف على البول اللي موجوده عنده بالترتيب زي ما انا حطيتها في كوماند ادرس. يعني انت لو بصيت كده راوتر 5 لما عملناها اهو بيبدا ياخدها واحد واحد، يبدا ايه يتحرك، لما يخلص يبدا يرجع يجيب دوت مره ثانيه اهوت. سويتش 2 اقول له اكزيت، عند راوتر 5 هلاقي الثلاثه موجودين اهوت، واحد واثنين وثلاثه. طب تعال نجرب الرابعه كده، هياخد مين؟ راح لمين؟ لراوتر 1. راوتر 5 مره ثانيه هتلاقي ان راوتر 1 فعلا اهوت اخر مرتين. هنبص من فوق لتحت. اوكي فهمنا النقطة دي كده، يبقى هو ده جزء التي سي بي ديستريبيوشن في حالة عندك مالتيبل سيرفرز والكونتنت عليهم واحد، هما ميرور كوبي من بعض.
ونببلشهم على الانترنت او الناس البابليك باي دي واحد، ازاي نعمل عليهم اللود بالانس زي ما هو معمول عليهم لود بالانس انترنال، زي يكون عليهم لود بالانس في جزء الاكسترنال. اتمنى ان كان الفيديو ده مفيد، اتمنى ان هو علمكم حاجه جديده، اتمنى ان انتم تطبقوه وتستوا كل حاجه زي كده وتسيرشوا على بعض على الانترنت، ولو في معلومه جديده تجيبها وتبدا تعمل بيها شير مع الناس. هنشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله مع جزء الستيتفول اتش اس ار، ازاي النات بينتجريت مع الاتش اس ار بي، معلومه مهمه جدا وبرضه ليها علاقه بالريل انفايرمنت بنسبه 100%. اوكي، نشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.